صباح الخير وعيدكم مبارك، وعساكم تعودون كل سنة بخير وحب وسلام. ما يصير يمر العيد من غير أول يوم اللي هو ريوق العيد. فعلياً أنا قايمة الساعة 6:30، خذيت غفوة نص ساعة بعدين رديت قمت عشان أطلع حق التصوير. زحمة زحمة المكان زحمة. إحنا لأن كبار الشخصيات فرايحين بوابة البرايفت، عبالكم ما في؟ أقص عليكم؟ لا تعالوا حياكم. مطعم شباب المبارك تأسس سنة 1971، طبعاً اللوكيشن ما يضيع الصراحة، يعني بحولي يم شارع بيروت. هنشوف عاد فضت طاولتنا ولا لا ما أدري. طبعاً الحين إحنا ناطرين طاولتنا علشان تنظف ونتريق الريوق الحلو. السلام عليكم، عيدك مبارك. إيه برافو عليك، برافو صح. ها يلا أوكي يلا تفضلوا تفضلوا. بل العيد حبيبي وشد الطير. المطعم مقسم حق قسمين، القسم الأكبر خلينا نقول للشباب، وفي قسم صغير اللي هو حق العائلات. طبعا المنيو مالهم وايد كبير، زين في مشويات، في عيش، في أنواع الدياي، في تشاينيز وإنديان. 10 أنواع بيض يا جماعة، بالمنيو مكتوب 10 أنواع بيض، يعني هما مطيبين خاطر الكل. واحد بيض طماط قيمة وشبدة. أي شيء في غداة العيد. بيض طماط قيمة. والله أنت صح، أنت صح. نبلش بشنو؟ نبلش بالشبدة. ناخذ هذه لقمة الكبدة مالتنا. صارت حلوة. اوكي بعدين شو تسوون قبل لا اجيب العيد؟ دقوس بوديج على السريع، شي رشة حنونة، شي فيها حنية يكون. لقمتي قاعدة تنهار، بس يلا رقصة السعادة هذه. بالنسبة لي صراحة القيمة من الأطباق المفضلة واللي أحب أطلبها لما أروح نفس هذه المطاعم، فخلنا نجرب القيمة من عند الشباب المبارك. انت شفت اللي انا شفته؟ يعني انت شاهد على اللي حصل؟ اوكي في قيمة ده. يا اخي احب هالمطاعم، والله وايد احب هالمطاعم. الحين ممكن كات عشان اكل؟ ممكن. السلام عليكم، شلونك؟ الحمد لله. شخبارك؟ والله زين. انا سمعت انك انت اقدم عامل هني. يا صح. انت من متى موجود بهذا المطعم؟ من 76. 76 ما شاء الله. هذا هني بشباب مبارك؟ نفس الشباب مبارك. زين شنو تتذكر من قبل شلون كان المطعم؟ المطعم كان في صوره عبد الله مبارك، عبد الله سالم، شينشا مال الايران، كل موجود مطروس صوره. إيه. كان واجد خلينا نقول كويتي هني. إيه. زين شنو اكثر شيء يطلبونه؟ كل يطلبون برياني، لحم، في ريوق، في طماط، قيمه، كله. دائما اول يوم عيد كذي زحمه؟ اي جدا كل يوم. كل يوم زحمه؟ على طول اذا متى يصير دوام يصير زحمه هيك. انت مستانس؟ مستانس. عيدك مبارك. بارك عليك علينا. يلا مشكور ما قصرت. اي شيء في غداك.